حديث ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. والسؤال: ما الفرق بين من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له؟ لا، قد يكون السؤال طلب، والدعاء يكون بدون طلب، يعني الدعاء أن يحميه، أن يحفظه، أن يكاد السؤال لا يطلب شيئا معين، يطلب مالا، يطلب زوجة، يطلب أولادا، يسأل الله الجنة وهكذا، وهو نوع من الدعاء على كل حال.